حتى شارون اللي كنا زمان بنقول عليه سفاح وحاجات زي كده، لكن شارون ساب غزة، وشارون 2005 وشال المستوطنات اللي كانت موجودة في سيناء. نعم. طبعا ممكن نقول كانش الأصل المفروض يعملها، بس نعم. أنا عايز أقول أنه كان لديه القدرة احتلال. على فهم أنه لكي يكون هناك تعايش مع مصر لازم المستوطنات تتشال. نعم. وما تتوسعش طبعا المستوطنات التانية. نعم. وأنه موضوع غزة يعني لا ينبغي أنه إسرائيل تبقى موجودة فيه أصلا، وقد فعلها. نعم. فهنا الأمور ممكن تتغير، إنما ما تيجي الجافير ولا السموتريتش ولا الجماعة دول كأنك أنت بتتكلم نتنياهو. أنت بتتكلم مع إبراهيم البغدادي، وبتتكلم يعني مجموعة من المتعصبين اللي هم النصيين أبو بكر البغدادي. نوعيات دي. نعم. يعني من الحشاشين يعني. من الحشاشين. لكن حد شايف أنه النهاردة لو احنا شفنا بعض التصريحات والتناقض، وأنا عايز حاجة تحليل لهذا الامر، امبارح وزير الخارجيه الايراني طلع قال ان احنا بلغنا واشنطن وبلغنا مش عارف الدول وجيراننا وبالموعد قبلها ب 72 ساعه، ده وزير الخارجيه اللي طلع، امير عبد الهاني امبارح مؤتمر صحفي. ان الامريكان طلعوا امبارح اتكلموا قالوا ايوه كان لدينا المعلومات، والبنتاجون اتكلم وبايدن اتكلم وكله اتكلم ان عندهم معلومات، والاوروبيين عندهم واسرائيل قالوا ان احنا كان عندنا المعلومات. النهارده كل الكلام ده اتنفى. متحدث وزير الخارجيه الايراني قال لا ما بلغناش حد ومحدش كان يعلم. البيت الابيض طلع بيان قال محدش كان يعلم. اين الحقيقه؟ ليه التراجع؟ ايه السبب؟ شوف، في حكمه بتقول يا استاذ احمد انه في الحرب اول الضحايا هي الحقيقه. يعني دي كلمه حد قالها بس انا مش فاكر. نعم. فهي ده الحكمه الزائعه. بس انا هقول حاجه شاهدناها انا وانت ويمكن في برنامجك او برامج اخرى. ايه اللي حصل في بدايه الحرب الاوكرانيه؟ كلنا كنا شايفين الحشد الروسي على الحدود الأوكرانية. وأمريكان طلعوا الخطط الروسية إن الروسية اللي هي هتهاجم بيها أوكرانيا. ونفاتها روسيا وقالت ده ما حصلش وكلام زي كده. وبعدين جينا في ليلة زي الليلة اللي انت شاهدت هذه التضارب فيها، ولقينا روسيا داخلة على أوكرانيا 22 فبراير بيبدأ 24 فبراير 24 الثقيلة إلى هناك. وبعدين قال لك احنا ما قلناش وما كذبناش ولا يعني. نعم. الحرب بيبقى فيها تضحية بالحقيقة. الحقيقة الأصل في الموضوع انه الإيرانيين حبوا يعملوا بعض الكلام اللي بيقولوه الإسرائيليين. الإسرائيليين بيقولوا لما بنيجي نضرب أماكن في غزة بنبعت للناس على الموبايل وبنقول لهم احنا هنضربكم بعد ساعة مثلا، يعني المنطقة فامشوا يعني من أجل كده نوع من التنبيه. فهو عايز يقول ان هو عمل الايرانيين نفس المساله، ان هو ابلغ الجميع احنا هنهاجم. اللي ما قالهمش عليه احنا هنهاجم تقريبا بحاجات ما فيهاش ذخيره. انا ما شفتش حاجه انفجرت يعني. يمكن يعني ان لما الصاروخ ضرب المسيره او اللي هم القبه الحديديه ما فيش حاجه انفجرت، يعني قوه انفجار كبيره. يعني الشاظيه دي ما اعرفش جت منين، هي كانت في منطقه فيها قاعده عسكريه اسرائيليه، وعلى الاغلب ان مسيرة اقتربت قوي. المسيرات ما عاملة زي لعب الأطفال شوية يعني. نعم. مش كبيرة قوي يعني. نعم. فبيبقى لها شظايا فالطفل اتعور يعني. ده تقريبا المكان يعني، وفي مكان أو اتنين في آثار إن الهجمة حصلت. في غير كده الحاجات دي كلها فرقعت في الهواء. الجو. الشيء المقلق دلوقتي شوية الأردن في الصورة الكلية دي. نعم. يعني الأردن شاركت مع التحالف في مواجهة الهجوم الإيراني، لأنها كانت لا تريد أن الهجوم الإيراني يستخدم الأراضي الأردنية، أجواء الأردن. وبالتالي لازم يدافعوا عن السيادة الأردنية. وممكن الصواريخ دي كمان تسقط كانت في الأردن، وممكن يعني حاجات كتير كتير، إنما الجزء الأساسي فيها سيادي، وبالتالي لازم انك انت انتهاك سيادة الاردن. لكن دلوقتي عملية التهييج اللي عاملها ايران واللي عاملها حماس واللي عاملها حزب الله على الاردن الشقيق، يعني في الحقيقة يعني شيء يبعث لدي انا القلق. وانه من ايه؟ ايه؟ من ايه؟ لانه في عملية تهييج موجودة. ما احنا عندنا المعسكرين، انه الاردن في معسكر الاصلاح، الاردن يجري فيه عمليه يعني
لو تروح الأردن النهاردة كأنك أنت طالع من مثلا، لو أنت عارف الطريق للمطار بتاعنا، لو أنت ما هتنزل المطار بتاعهم كأنه امتداد للطريق اللي تم عندنا، نفسه شكله في تطور وفي تنمية وبناء وتنمية وكله يعني، وعندهم مزايا رغم محدودية المساحة لكن بيستغلوا كل حاجة بشكل. فهناك أيضا قوة عايزة تعطل كمان الأردن، ما هي الأردن جزء من ما أقول جبهة الإصلاح اللي فيها مصر، السعودية، الإمارات، الأردن، الأردن والمغرب، والمغرب ودول الخليج. نعم دول الخليج. نعم. هذا اللي هم وقعوا على وثيقة الدول التسعة في مؤتمر السلام اللي عقدته مصر في أول الحرب. هذه الدول عملت بيان بيدين قتل المدنيين. نعم. وهنا ما فيش حد يعني. نعم. الجميع على الجانبين. نعم. وإن إحنا عايزين عملية بمقتضاها تتم وقف إطلاق النار، عملية للإغاثة، عملية لإقامة